اليوم المدينة لنا فيها يقولوا على هواها أنه يختلط بين نسمة الشمال والجنوب، كانوا يعيطوا لها مدينة السعادة. اليوم رانا في بوسعادة، راح تستقبلنا عائلة بحرية خديجة باش نفطروا عندها، لكن قبل ذلك راح نروحوا في جولة سياحية خفيفة مع عمي سعيد. مرحبا بكم معنا. مازالت متواصلة، واليوم رانا في بوسعادة مع سي سعيد اللي استقبلنا اليوم، وهو وسي جويدر من جنود الخفاء. يعطيكم الصحة سي سعيد، راح تحوس بينا اليوم في بوسعادة. أهلا وسهلا بكم وشرفتونا، وأهلا بالجزائر يا وان اللي رانا نتبعوا فيها دائما. الله يخليك، شرف لينا من هذه من وشرفتونا بوجودكم في مدينة بوسعادة. وإحنا هنا الآن في منطقة من المناطق السياحية لمدينة بوسعادة، معلم المعالم السياحية البوسعادة، وهي مطحنة فيريرو. فيريرو هذا ستان مالتي، وقولوا ستان إسبانيول، هو ستان مالتي على حساب جال كم معمر خدم مطحنة كبيرة كانت هنا، مالوريزمون مع الأسف دها الواد من طيلة الزمن، من الزمن اللي عقب عليها ومرور، جاء في نهاية القرن 19 واستقر حتى 1945 والله هكذاك غادر المكان، وبقات منطقة يجوها السواح وبطاقة كارت بوستال لمدينة بوسعادة. هذه مولان فيريرو، والله ما بقي من ذروكرا الشلال، وبقى الاسم تاع فيريرو متداول عند الجميع، سواء في عند المثقفين ولا عند السكان المدينة العامة، كل الناس تقول شلال فيريرو، والله مطحنة فيريرو. وهذاك العين يشربوا منها ولا لا؟ لا، هذه هذا الواد جاي من الجبال، من فوق من ما جاي من الجبال. نعم. ولكن ربما الفوق درك مع الاسف، وهذا الشيء لان اليوم كما تعرفي الوديان كلهم اصبحوا المجاري المائيه والتلوث اللي راه عام في الاسماح، وهذا من المسائل اللي رانا كبوسعادة اللي رانا نتمناوها ان شاء الله، وطلبناها عده مرات، يكون مشروع كبير المدينة بوسعادة في لاسينيسمو، يكون اللي يرفعوا على بوسعادة المجاري المائيه وهذا التلوث، باه يرجع الواد هذا اللي استقطب عدد كبير اكثر من 100 رسام اوروبي، الاوروبيين 109 اللي رانا حصيناهم الى يومنا هذا، اللي خلاو لوحات زيتيه لمدينة بوسعادة، اخرهم خلي لوحتين. عندنا إيتيان ديني، الناس كل تعرف الحاج نصر الدين ديني، لكن أمثال إيتيان ديني رانا في 109 اللي زاروا بوسعادة وعاشوا في بوسعادة وخلقوا في بوسعادة وخلاوا لوحات زيتية المدينة بوسعادة، منهم إدوار فيرشافيلد مثلا اللي مات في بوسعادة وعاش أكثر من 30 سنة ومات هنايا، اللي جابته هي جابوا الواد وجمال الواد وجمال الواحة، الواحة اللي كانت بنخيلها محيطة بزفاف الواد من الجانبين. نعم. من على حوالي اكثر من 8 ولا 10 كيلومتر كلها واحات وجمال وديان، وكان الحوت وكان الحيوانات الله يبارك، وما فيها كلمه واحه بمفهومه، وكان الماء نظيف ويقدم له يشرب الى اخره. الله يبارك. نزيدو نمشيو للقدام، يلا خبي نمشيو. سعيد الآن رانا في المركز التجاري للصناعة التقليدية لمدينة بوسعادة، وهنا هذا المركز فيه كل أنواع الصناعات التقليدية لبوسعادة ومنطقتها، وكذلك الصناعات التقليدية على مستوى وطني، لكن خصوصية مدينة بوسعادة موجودة زائد ما هو تقليدي كل الصناعات التقليدية. إذن في هذا المركز التجاري نجد الصناعة التقليدية تاع الفخار وإلى آخره اللي تحتاجها المرأة في المطبخ، كما نجد الصناعات التقليدية المحلية على رأسهم معروف الموس البوسعادي
من صناعته إلى تطوره مؤخرا. عندنا شباب اللي راهم طوروه بلمسة عصرية جديدة، يبقى شكل الموس البوسعادي كما خدموه الجدود الأولين، ولكنه عنده لمسة. الموس البوسعادي يميزوا الشكل أولا ونوعية الحديد وشكله، معناها الموس البوسعادي يختلف عن الموس اليمني، يختلف عن الموس الدمشقي في الشكل من طبيعة الحال وفي طريقة الصنع. الاخرين يديروا بالعود، القبضه نتاع الموس بالعود، اخرين يديروها بالقرن نتاع القرن نتاع الحيوانات، وكل واحد ولكن الشكل نتاعو اهميته. والقبول اللي دار فيه ثاني نوع الجلد ونوع كذا. والموس البوسعادي معناها له تاريخه، لانه منذ قديما كل الصناعات التقليديه بما في الموس ما كانتش تقليديه، كانت صناعات للاستعمال اليومي، ولكن نظرا لوجود الماده جات ما هو عصري اصبح ما هو القديم اصبح تقليدي. كما نجد البرنوس، كما نجد القشبيه الوبريل، من ابسط قشبيه ولا من ابسط برنوس الى اغلى برنوس، كما نجد الصخاب وكما تسموه في العاصمه ولا المطرق العنبر كما نسموه احنا، الحولي اللي من مخدومه كاين الخياطه. عندنا بنات، عندنا نساوي بنات خيط، وما تتميز به المنطقه من الرباط النايلي. كاين المهراس اللي هو كان يستعمل قديما في بوسعاده، العائله البوسعاديه تستعمل مهرسين في الدار، واحد للقهوة تاع الصباح وواحد احنا نقولوا الفلفل، يعني يدير فيه الصفيطي، يدير فيه الفلفل، يدير فيه الطماطم، كل ما للأكل. إذا نحن هنا رانا في المركز التجاري للصناعة التقليدية، واللي أصبح عنده صوت هذا المركز، هذا صوت حتى صدى خارج الوطن نفسه، في الوطن وخارج الوطن. يعطيك الصحة، نمشيو. سعيد، ورانا لحقنا الديرني بوان تاعنا، ورانا رانا في المكان المحترم، المكان اللي عنده اللي يلحق ليه وقار واحترام ونجم نقول قدوسية، لأننا في المسجد العتيق، جامع سيدي ثامر أو جامع النخلة. هذا المكان هو المكان اللي بنيت عليه مدينة بوسعادة، هذا نواة مدينة بوسعادة، ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يبارك لهذه المدينة، لأنها بنيت على تقوى من الله، وبنيت على على مسجد وعلى زاوية. رانا في جامع النخلة أو جامع سيدي ثامر أو الجامع العتيق. يقال جامع سيدي ثامر لأن سيدي ثامر وسيدي سليمان وبعض الصالحين هما اللي تعاونوا ببناوا هذا المسجد، سموه جامع سيدي ثامر، ويسموه جامع العتيق لأنه القديم، وكذلك يسمى بجامع النخلة. جمع النخلة يقال على هذا النخلة مؤخرا، لكن كان أستاذ جامعي بروفيسور كبير وهو رجل صديق مالك بن نبي، البروفيسور العرف علي ربي يحفظه راه مازال في قيد الحياة، قال لي من معلوماتي القديمة ومعلومات والديه أنها سماه جمع النخلة لأن سيدي ثامر كي بنى المسجد تزوج بنت سيدي سليمان اسمها النخلة، كي عاد مسافر وكان يسكن بنا داره بجانب المسجد من طبيعة الحال، كي عاد مسافر وهذاك السفر اللي مات فيه وصى جماعة قال لهم المسجد والزاوية، كان زاوية للأولاد وين يقراوا، راها النخلة هي اللي قائمة، معنى جامع راها النخلة هي المسؤولة على. إذا كان سموا الناس كانوا يقولوا مسجد النخلة، كانوا ما يفرقوش الشيء، معناها شيخة ومرأة كبيرة وعندها وقار ومرت الشيخ وكذا، كان لها احترام ولها مكانة، وبنت شيخ سيدي سليمان لها مكانتها ولها كذا، نجم يعتبرها كانت امرأة صالحة بهذا الاسم، ولهذا كان يقولوا جامع النخلة على زوجة سيدي ثامر. هذه رواية، لكن الصح ولا الخلط ما عدناش مع الأسف. كل الروايات اللي وصلتنا على مدينة بوسعادة منذ أكثر من 8 قرون معظمها روايات شفهية من فم الأذن وتمشي. إذا نحن في مسجد سيدي ثامر، مسجد العتيق بمدينة بوسعادة. خيب يوم زيد شفناها كاينة عين مراه واسمها عين سيدي ثامر، والعين لأن سيدي ثامر وسيدي سليمان لما جاءوا هنا وشراوا الأرض على قبيلة البدارنة اللي كانوا ساكنين على حافة الواد، شراوا عليهم الأرض من أجل الساقية، لأن كانت ساقية هنا
باه سائل لان المسجد والزاويه يبنوا على الاقل يعود المغرب المغرب المال الوضول المال الكذا. اذا كانت هذه ساقيه هذه جامع سيدي ثمر كنا ندو منها وحنا صغار ووالدينا يدون المال للبركه وللشفاء والى اخره والساقيه مازالت موجوده. يعطيك الصحه سي سعيد سامحنا في وقتك. اهلا وسهلا بك. كانت جوله خفيفه مع سي سعيد في مدينه بوسعاده. نتمنى وان شاء الله نعاودوها مره اخرى. اهلا بقناه الجزائريه. الله يخليك. الله يخليك وربي يوفقكم ان شاء الله. الله يخليك. نشكرك وسمح لنا في تضييع وقتك. نشكر استاذ جويدر هو اللي عاوننا في هذه الحلقه ونشكروه وراه غايب اليوم بصح نشكرو. نتلاقاو في فرصه اخرى ويعطيك الصحه. رمضان مبارك. شكرا. انت اكرم. مازلنا في مدينة بوسعادة وراني بالضبط عند صديقي عبد الحكيم دفي اللي أصر اليوم يستقبلنا. رانا في مطعم البركة مع خالتي مسعودة. خالتي مسعودة اليوم لقيتها وجدت هي والسيدة إكرام وريمة وخديجة. وجدوا كلش. وش حطيبنا؟ راح نطيب الشربة. إيه؟ الفريك. طريبية؟ ندير اللحم الأحمر. اللحم؟ وندير البصلة والثوم. إيه؟ ندير طمويش. هذه واش تعيطوا لها؟ طماش. طماش. طماش بلادنا. ايه. واش نضحك؟ الفلفل الحار. الفلفل الحار طيبوا بالحار. ايه طيبوا بالحار. الفرح نقولوا له حنايا. ايه. العرق الاصفر. العرق الاصفر. ايه. هذا هو. هذه هي. هذا هو. بسم الله ابداي الحاجه. نبداو باللحم. ها. شفت طماش ملح. هذه. طماطيش. هكذا نخلطوهم ونديروهم فوق الكانون يطبخوا 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 وكسعة نزيدو نديرو المتشيش الفريك. كي تطبخ ما تطحنوهاش؟ لا. ايه ما نطحنوهاش. ديري الفريك. ايه نديرو الفريك. ايه كي نديرو الفريك يطيب ونحطوه. ما ديروش فيها حشيش ولا دبشه ولا؟ بالتالي كي يطيب كاع نكملو لها نديرو لها نقولوش حنا الدبشه نقولو له الكزبر. 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 هاي تحبي. ها والله نديرو يمكن نديرو الكزبر. هاي صح. شوف الحاجة راح سبقتنا اليوم طيبت لنا بلا واحد آخر. وش طيبتي لنا ثاني الحاجة؟ الزفيطي. الزفيطي اللي معروف به مدينة بوسعادة. معروفين بالزفيطي. كيفاش ديروا الزفيطي؟ نديروا له الثوم نديروا له الفلفل نديروا له الطماش نديروا له كل حاجة. نعم. كل حاجة نديروها له نديروا له الكزبر نديروا له حتى نديروا له ثاني الزيتون الأخضر. كاين اللي يدير له الزيتون الأخضر كاين اللي ما يديرلوش ونزفطوه ونسموه. وطيبوا العجينة هذيك. كسرة احنا نطيبو كسرة وتكسريها احنا نطيبو الارواح احنا قاش واحد نخدمو الارواح احنا نخدمو بيدينا من نشروش ولا نخدمو بيدينا خدمو تما وجدت نديرو له الفلفل الاخضر نديرو له الكزبر ويندار فيه هذا الوسمو تاعو ونديروه في المهراس مهراس. احنا نقولو له المهراس ايه مهراس العود ها مهراس مهراس العود ونديروه في مهراس العود ونسقموه واحد يدير له زيت زيتونه واحد يدير له زيت قشنق وواحد يدير له دهان. دهان كاين اللي يدير له تاع المعزه شفتو؟ كاين اللي يدير له كاين اللي يدير كل اخر وش يدير. الله يبارك. ايه ونزفطوه للضياف لينا احنا اللي جات. تاكلوه انتوما هنايا؟ ياه احنا الشخشوخه والزفيطيه هذه اللي ناكلوها. الشخشوخه والزفيطيه. مهم الحاجة يعطيك الصحة. نتلاقاو بعد قليل على الطاويلة مع الحاجة خديجة اللي حفظتنا مع البنات كامل. ان شاء الله يا ربي. هذا الزفيطي. نعم. وهذه كسرة فطيرة. واحد يقول لك كسرة فطيرة واحد يقول لك كسرة فطيرة. هذه مختومة. محاجب شغل. واحد يقول لك حارين. واحد يقول نديرهم حارين. هذه شربة. هذه الشخشوخ. الحاجة زاد درت هذا طاجين الحلو. الحلو ديروه الحاجة في رمضان. نديروه. شربة. هذا مرقة زيتون. مرقة زيتون. نشوف الحميس الثاني. قلت ايش هذا الحميس. الحميس. نقول له الفلفل. تعيط له الفلفل. الله يبارك. هاو يد اللذان.
هاي بسم الله الحاجة، يعطيك الصحة، كثر خيركم، كثر خيرك سيدة ريما، هي ثانيك سيدة خديجة، الضيفة تاعنا ثانيك اليوم معنا. ربي يعيشك. الله يحفظك. مرحبا بكم. الله يخليك، شكرا. حفظكم مشاهدينا الكرام، سهرتنا مازالت متواصلة من مدينة بوسعادة ومع هذا الجمع الكريم اللي اختاروا اليوم أنهم يعرضونا عندهم ونسهروا عند صديقنا بن عادل وأيمن، سيدة خديجة عامر أي راي ضيفة معنا تليك من العاصمة اليوم، وارتدت الزي النايلي ريما شغلتها سي توفيق، يعطيك الصحة. سيدتي خاتي مسعودة نولي لك، واش ديروا في ليت 27 ثم في بوسعادة؟ نديرو الشخشوخة هي الأولى قبل، ونخدمو دراري ونتلايمو، نتلايمو كاع الأحباب كاع تتلايم. عادل، نتوما الرجال هنا في بوسعادة في رمضان واش يديرو في الليل؟ عندنا ختام القرآن الكريم، صلاة التراويح، بعد صلاة التراويح عندنا توزيع جوائز لحفظة القرآن. نعم. توزيع جوائز عندنا الختان جماعي للولاد صغار وشويه هدايا تاع دراري صغار. يعني كيما الجزائريين كامل تكون كاينه شويه من الفرحه يعني في المساجد، نفرحوا دراري، وحنا المبتغى تاعنا نفرحوا دراري صغار. يعطيك الصحه. حبيت برك نشير انه يعني توفيق وعادل وايمن وعامر وسيده خديجه وكل هاد الوفد معايا هم ايضا تانيكم مشرفين على مطاعم الرحمه، احد المطاعم بمدينه بوسعاده هكذا. نعم نعم. طيب يعني اليوم شديناهم راه موافين بالعمل التطوعي، ربي يجازيكم ان شاء الله. ان شاء الله. ويجعلها في ميزان حياتكم. سيده خديجه واش تقدر تقول لنا في هذا المجال؟ السلام عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا في رمضان هذا عندنا يعني اول حاجه درناها عبر السبيل، عبر السبيل كما يقول يعني فضل ربي سبحانه والشباب اللي معانا. وثاني حاجه يعني احنا المنظمه الجزائريه للعمل الخيري والانساني درنا يعني نشاطات في هذا الشهر الفضيل، درنا قفط رمضان، يعني بدينا كما يقولوا الحمد لله من بشوي بشوي، وفضل ربي سبحانه يعني وفضل النيه تاعنا وفضل الإخلاص لله يعني عاونونا ناس، عاونا ربي سبحانه والناس يعني هذو اللي باغين يديروا الخير. وشهر الشهر الفضيل يعني ما كانش اللي ما يشتيش يدير فيه الخير. نشكر يعني ناس بوسعادة، وكل ناس بوسعادة ما شاء الله يعني ناس طيبين ويحبوا الخير وباغين يديروا الخير. ربي يجزيهم كما كاع الجزائريين. ان شاء الله يعني الجزائر هذه معروفه بالكرم والجزائري روح واحد في جسم واحد. والله صح، يعني يد واحده ما تصفقش. يعطيك الصحه سيده خديجه. ما شاء الله ما شاء الله على الشباب وخاصه مصطفى وايمن، يعني عطاو لنا المطعم نتاعهم يعني عاونونا بزاف، والناشط جعفر توفيق، وما ننساش محمد بالسياره نتاعو، عامر بالخضره، يعني ما شاء الله. حتى احنا سيده خديجه كثر خيركم، نشكركم كامل ريما بزاف على الاستضافه. بلا ما نشكروا صديقي صاحب المطعم يعني مطعم البركه اليوم سيد دفي اللي استقبلنا عنده، قرر يعني هو اننا نكون ضياف عنده، ان شاء الله ما كناش ضياف ثقال، نلتقي في عدد اخر ان شاء الله في ولايه اخرى. صحصحوكم مشاهدينا الكرام، تبقوا على خير. لك الوحلام في الدرايه همان علم التفاسير.